السلامة. على السلامة، مرحبا. عايشك لاباس عليك. الحمد لله، ان شاء الله ديما لاباس. ان شاء الله يا ربي. لاباس انا لاباس. اكيد الكلنا هكاكا ونحبوا اللي يحب تونس. ان شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي امن تونس، هذيك الفايدة. راهو كيما يتحمى الامن يتحمى الشعب التونسي، هذيك. اكيد. شنو اسمك؟ باش نحكيو على ظاهرة التسول في تونس. ظاهرة التسول قبل كانت في عهد بن علي تلقاها فيها كيما نقولوا تلقى كعبه كعبتين، تلقاها يعملوا لهم رافل بصفه خاصه، الامن يخدم بصفه خاصه ليهم، هما يهزموا فيهم بشير تباب عليهم. توا كثروا حتى كي تمشي للجامع يمشوا لك، توا ولوا فاهمين يمشي للجامع المعين اللي فيه ناس كيما نقولوا لاباس عليهم، يمشي تلقاه بصغاره ما عطاهم ربي، ويجيبوهم توا حتى بالكراهب. انا خير تفرجت في فيديو بانتنير مهبطه يمكن يجي سته ولا سبعه، يعني يكروا فيها مقاولين كثرت بزايد. توا حتى كتاب تونس اكثر نجم سامحني اكثر كان زودت اكثر من الشعب اللي موجود. شنو هو الحل لهنا؟ الحل حتى كي التوريست ولا في كيما نقولوا السياحه نتاع تونس ياخذوا فكره عليها خايبه، فهمت؟ احنا التوانسه نعاونوهم ولا لا؟ معناها عندنا الحق ان من حقنا نعاونوهم ولا كيفاش؟ من بأنهي طريقه اللي تحكي عليها انت نعاونوها؟ مثلا طريقه كطرف كظروف كيما نقولوا كوزاره الشؤون الاجتماعيه كاي مفروض ولا حتى احنا كمواطنين؟ وكمواطنين فيش باش تعاونها؟ انت كمواطنين تلقاها سامحني توا الموظف وما عادش خالط، انا تو في الروج سامحني زوز ملايين و200 ومش خالط. هي انا نعاون قداش من مره والله العظيم ما نحبش نقولها كلمه، الواحد كي يعطي حاجه ما يقولش عطيت. تعاون بالطريقه اللي عباد اللي تستاهل، اما سامحني ثم عباد سامحني ما تستاهلش، ثم عباد نبس عليها. اخرها المره اللي فاتت نتفرج في فيديو سوري عنده كهرباء جولف ب 27 مليون، يعني بضخامه تو فهمت، حتى تو بضخامه والله. المره اللي فاتت عرضتني بنيه صدقني ما تعطيهاش فيها، المره الاولى قالت لي 500 وبعد قالت لي دينار، ما تعطيهاش فيها بنيه مازلت صغيره ما تعطيهاش فيها، فهمت؟ معناها عرفت احنا المواطنين بقينا بنارين، تخاف ما تعطيهوش وتخاف تعطيه يمشي يشري مخدرات. على صحيت هذيك الحاجه اللي تخوف تعطيه يمشي بها وياخذ بها مخدرات وياخذ بها الدخان، ماشي معاك. هو يقول لك راني مش نشري ماكله. لا هذيك انت تعرف الانسان هذاك كي يقف قدامك تعرفه باش ياخذ بها ماكله ولا ياخذ بها الدخان ولا مخدرات. اما ثم عائلات راهي تستحق، عائلات سامحني تلقاها مثلا انك معاق هذاك اللي يستحقوا بالنسبه لي انا، مع انسان يشوف ولابس عليه بصحته ما يستحقش. كنت تقول لي الدوله مغيبتهم جمله، كي تجي تشوف انت كي سامحني يعطوا، انا في هيك المنظمه فهمت، نشوف فيهم ساعه ساعه يعطوا العائلات ما يستحقوش. برا انت شوف اللي عانات، امشي كل بلاصه معتمديه ولا كل وزاره الشؤون الاجتماعيه عندهم فرع يعطوا العباد كيما نقولوا ما يستحقوش، المفروض ثم عباد تستحق ما يعطوهاش. المشكله وين؟ المشكله في الوزاره الشؤون الاجتماعيه نتاعنا كيفاش يقولوا فيها غايبه جمله، غايبه على الساحه السياسيه وغايبه على المواطنين والظروف الاجتماعيه، فهمت؟ هاي المشكله وين؟ يعني انت شوف سامحني برشا عباد في الارياف تستحق، هذيك تستحق تلقاها سامحني عندهم بنيه نتاعها بالك تلقاهم زوز ولا ثلاثه معاقين وما يخدموش، ولا تلقاهم في الجبل، هذوك اللي يستحقوا. وزاره الاجتماعيه قلت لك انا تعطي، صدقني على مسؤوليتي انا، يا ثم عائلات يعني ما يستحقوش ويا تعطيهم، والعباد اللي تستحق ما تعطيهمش، هاي المشكله وين؟ ويلزمنا نحن كشعب تونس وكمنظمات ومنا يلزم نوقفوا للظاهره هذيا، نشوفوا حل للشيء التسول هذا. التسول هذا راه مش باهي صوره تونس كسياحه جايتنا من برا، ديجا قاعد نسمع راهي ثم سياحه جايه لتونس، مش باهي. تو انت سايح كي يجي يشوف لنا في شارع الحبيب بورقيبه ولا في الحمامات ولا في جربه ويشوف تسعه سيرتو في الحمامات، برا شوف الحمامات. يعني حتى تونس العاصمه زاده المتفاهمين في تونس العاصمه، اما التسول في الحمامات حمامات صغار على الاخر، حمامات صغار هذوك كارين مولادهم، وين مولادهم هذوك؟ وين عائلاتهم؟ علاش سامحني امني كي يشد مثلا زوز ولا ثلاثه بالنسبه لي انا نجيبه كامنيه يجي يلزموا السيد هذاك بوه وهو يعمل التزام. التزام تسي ولدك ما عادش نشوفه، ولا الصغار هذاك ما عادش نشوفهم، والمره الجايه نشوفهم لهنا راني نعمل لهم خطيه. تو الصغار ما عادش تشوفهم، اما تلقى الوالدين متسيب لهنا على شكون باش تلوم؟ نلوم على الوالدين والصغار. شنو اللي يخلي الوالدين يعملوا هكا في صغارهم؟ الوالدين والله شنو اللي يخلي هكا الوالدين ساعه ساعه سامحني نجم تقول ظروف البلاد هك تشوف فيها من كارثه لكارثه، العشر سنين اللي عشناها مع 10 سنين تاع حدج يعني مر مش لاعب، موظفتي هو الموظف يعاني
الموظف يعاني، الموظف يعاني هو، خليه تشوف واحد بطال. الحل شنو؟ الحل بالنسبه لي انا الحكومه تشوف حل للدار هذه، ما عادش تشوف لهم دار ثقافه، تشوف لهم حل، تشوف تخدمهم، تشوف ما عادش تعاونها مثلا كيما نقولوا كان احنا كشعب تونسي مثلا العباد اللي بس عليها تعمل صندوق ما يسالش في وزاره الشؤون الاجتماعيه، مش تعمل صندوق تابع الاحزاب تابع وزاره الشؤون الاجتماعيه ويعاونوك العباد المستحقه. الشعب يعني الشعب التونسي راهو ثم عباد لاباس عليها ينجم يعاونوك حتى بدينار ب 2000 ينجموا يعملوا خزينه لك العباد اللي تستحق. الدوله وحدها ما تكفيش، الدوله وحدها فرغت صي. هكا تشوف حتى كان دخلنا كلام في كلام، الفلوس اللي عطاها لاوكرانيا كان عطوها لنا ربعها منها، رانا تونس من اغنى دول يعطونا كزوز دور ويمرون عليه. المشكله وين؟ المشكله راهي المشكله تزيد توا سمعت على 10 سنين. نحمل مسؤوليه الاحزاب الكل، العشر يتم الاحزاب من اكبر كوارث، سامحني من اكبر كوارث. انا واحد من الناس كمواطن صدقني وكموظف عندي 27 سنه خدمه في البورد في ميناء رادز، قبل حتى كان دخلت كلام في كلام قبل رانا كنا نصدروا في حاجات من تونس شيء غريب، نصدروا زيت زيتونه، نصدروا الكليل، نصدروا تصوروا انت في بالك في بورد تونس، بورد تونس اللي سكروه اللي كان باش يردوه قنطاوي وكل شيء، اكبر كارثه خسروا سكروا بورد تونس هذا. شنو اللي اختلف توا؟ شنو اللي اختلف توا؟ اللي اختلف الاحزاب هي اللي وصلت تونس للدرجه هذه. أنا مش رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ما جاش مساندات منهم هما، هما اللي جايين باش يحب يخربوا يشدوا على الكراسي. يا أخي بلا سامحني حتى كان دخلت في كلام الشابي اللي اسمه نجيب الشابي، نجيب الشابي ما كانش قبل يسب في النهضة تو ولا النهضة باهية، وينك تو؟ أنا نستغرب فيه عمره 80 سنة شنو باش يعطي للسياسة هو ولا غيره ولا غيره. أنا بالنسبة لي أنا كونتر الاحزاب كلها ترجع، ماذا بيا سامحني كرئيس جمهوريه وحده ياخذ قرارات وما خذاش قرارات. يعني الفساد قاعد يعني قاعد يتعايش معانا وقاعدين نشوفوا فيه اكثر من الاكثر، وهو ديجا رئيس جمهوريه ديما انا راني معاه ومع 25 جمهوريه تو معاه، انا ياخذ قرارات ما خذا فيهم شيء العباد اللي فزت 10 سنين وقاعدين يحاربوا فيه ويعملوا له فيه سابوتاجات في البلاد في الحرائق تشوف فيها، هيك تشوف فيها في سامحني في جابس، تشوف فيها في بنزرت الدب نتاع الكيران، هيك تشوف فيها عايش اختي في جرت شكون هذيك الاحزاب هي اللي عندها يد. بس رئيس الجمهوريه ما ينجحش، باش ما ينجحش انا نسك سؤال برك وحسبني انا راني غافل، الاحزاب شنو عملوا 10 سنين؟ يعين وريتم تو ريتم مشكله فينا في تونس تو سامحني باش نختم بالكلام هذا. المشكله العباد اللي معينين لهم في الوزارات كامله هما اللي قاعدين يخربوا في البلاد، هما اللي قاعدين يخربوا في البلاد ويعملوا سابوتاج لرئيس الجمهوريه. كانت تنق كان وزير الداخليه الوزراء الكل، انا ما عدا وزير نقريته تو تنحى التغييرات وعملها، وسمعت حتى وزير الداخليه عمل تغييرات جديده، كان ينحوك التغييرات اللي عملوها الاحزاب هكا 10 سنين وهي جاي. صدقني من تولي من عز عنا من عز دوله ومن عز كيما نقولوا وزاره الداخليه لحد الان راهو فيها امنيين مصلي على النبي ويخدموا، راهو كان ما جاش امن رانا ما نعيشوش. اما بالنسبه لي انا ماذا بيا كوزير الداخليه نوصل له ميساج بربي يا سيد شرف الدين نحك التعييناتك اللي عينوها الاحزاب، تو تونس تولي من عز دوله هو والوزراء الكل على بعضها اللي موجوده، وشكرا وش ربي يحمي تونس ويحمي الامن بتاعنا. شكرا بارك الله فيك.